كيف ما كتشوفوا اليوم يعني تم تدشين واحدة جديدة داخل المستشفى الشيخ خليفة. الغرض منه هو يعني زيادة في الطاقة الاستيعابية السريرية ديال المرضى كوفيد 19. فهاد لو شابيتو كيف ما شفتوا راه مجهز ب 52 سرير اضافي من اجل طاقة استيعابية جديدة الى سبحان الله تزادوا الحالات. وحنا كنعرفوا ان يوم بعد يوم راه الحالات كتزاد. فهاد يعني هاد لو شابيتو اللي تزاد اليوم غادي يعطي واحد اضافه ديال الطاقه الاستيعابيه بالنسبه لمدينه الدار البيضاء والجهه ككل. تجهيزات حديثه في يعني داكشي اللي كيخص المريض الحامل للفيروس كله متوفر هنايا داخل يعني هاد الأسرة الجدد. هناك الأكسجين، الآليات، لو مونيتورينغ. الله يحفظ إلى الحالة تطورات وزادت كاينة وحدة ديال يعني العناية المركزة. وطبعا إلى تزادت هاد الحالة وزادت صعوبة ديالها راه غادي ينتقل كاريمون يعني لا غيانيماسيون. محمد السادس للعلوم الصحيه على هذه الوحده. الاخوان سهروا على انه هيئوا مستشفى، ماشي باش نكونوا واخا كنشوفوا راسنا بحال في ان شابيطو، ولكن راه مستشفى لانه كيستجيب لجميع المعايير حتى من الوحده ديال العنايه المركزه والانعاش. كاينه هنا الاجهزه باش يدار الانعاش بما في ذلك الاجهزه ديال المونيتور الى اخره، كل شيء كاين هنا، الاكسجين كل شيء كاين هنا. التنظيم محكم سواء منين يدخلوا العاملين في القطاع الصحي او منين يدخلوا المرضى او منين يخرجوا باش ما يكونش هناك اختلاط ما بين البلاصه فين يلبسوا الالبسه اللي باقيه معقمه والاماكن الاخرى. فما شاء الله الكل هنايا منظم. الاستقبال ديال المرضى ما غيكونش كاع اساسا هنا، كانت كاينه وحده اخرى باش يتم الكشف الاولي على المرضى ويتم توجيه اللي عندهم احتمال يكونوا مصابين بكوفيد 19 الى مسلك خاص اللي غيوصلهم حتى لهنا، والمرضى الاخرين يمشيو من مسلك اخر ثاني اللي غادي يديهم للمستشفى. فكنهني جامعه محمد السادس على هذه المبادره، وكنشكرهم لانهم مشاو في نفس الاستراتيجيه ديال وزاره الصحه اللي حتى هي كانت وجدات واحد 33 مركز للعيادات والاستشارات الطبيه و45 مستشفى مخصص للمرضى المصابين بكوفيد 19. وبطبيعه الحال هادشي كله كيدار في اطار السيناريوهات اللي كيعطيونا باننا غيكونوا عندنا اكبر عدد من الحالات كنمشيو في هذا الاحتمال هذا، رغم اننا عندنا شبه يقين باننا ما غاديش الطاقه الاستيعابيه ديالنا ما غاديش نوصلوا لهادشي اللي حنا كنهيئوه، ولكن خصنا نهيئوه ولا بد. حنا مازالين الان في المرحله اللي كتعطينا انه كاين انتشار ديال المرض ماشي على نطاق واسع، ماشي على مدى واسع، ولكن كاين بؤر اما عائليه واما ديال واحد المجموعه محدوده ديال الاشخاص اللي انتقل لهم العدوى من شخص اخر. وهاد الاشخاص هاد المجموعات الصغيره كتكون عندها واحد العامل مشترك انهم تقاسموا اما الوسط العائلي او وسط العمل او شي نشاط من الانشطه، مشاو للمناسبه او قاموا برحله او الى اخره. فمازال ما نقدروش نقولوا بانه الفيروس منتشر على مدى واسع كما علمنا عليه، ولكن نتمنوا على الله ندبروا هذه المرحله بهذه الاجراءات اللي مديوره، واننا تخلينا اننا نزيدوا نتحكموا اكثر فاكثر في الوباء.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.